وافقوني في هذا الفلوغ، انتوما معايا مرافقيني تشوفوا المعلم ديالنا الكبير فتح الله شوقي اللي توارث ميوزيك قناوة على اجداده وعلى والديه على لا فامي ديالو. شكون منا اللي ما كيحبش يسمع الموسيقى القناوية؟ السلام عليكم حبيباتي، فيديو جديد، نهار جديد، فلوق جديد، روتيني اليومي جديد، حياتي اليومية جديدة حبيباتي. اليوم واحد الفلوق خاص فريد من نوعه، تمشيو معايا ترافقوني القناوة نسمعوا الموسيقى القناوية اللي تحرمنا منها في هذا البلاء، هذا الوباء. يلا طفل طف بينا، هاد كوفيد 19 الله يبعدو علينا قد نعود تسمع الارض اللي كي كتعرفوا تحرمنا من جميع انواع المناسبات، لا الخطوبه لا الاعراس لا السبوعات لا اعياد الميلاد، يعني جميع المناسبات بجميع اشكالها والوانها. حبيباتي اليوم ترافقوني نمشي، تمشيو معايا نشوفوا شويه ديال الموسيقى القناويه مع المعلم فتح الله واحد البركه ان شاء الله، نتاكد انها تعجبكم وكاع الناس يعني تحرموا من الموسيقى القناويه. اليوم غتمشيو تمتعوا معايا وتسمعوا الموسيقى القناويه اللي كلنا كنعرفوها من اجدادنا من الصغر، ملي كنت صغيره انا كضروري يعني يعني المغرب جميع الفن ديالو، جميع انواع الموسيقى ديالو، جميع الوانها، ولكن ما كاينش اللي ما كيعرفش الموسيقى ميوزيك قناوه، موسيقى قناويه اللي وافقت عليها اليونسكو ودخلت للتراث العالمي الحمد لله، المجهودات ديال المعلمين ديالنا في المغرب كلهم، المعلمين في المغرب كامل ما نقدر حتى واحد نقدر ننساه، المعلمين كاملين في المغرب كامل تبارك الله وصلى على النبي عليهم بداك القنبري، والمعلمين تقرا قبيه باش كيعطيونا واحد اللون ديال الفولكلور، واحد اللون ديال الموسيقى ميوزيك قناويه، موسيقى قناويه اللي كيرافقوها بالقراقب قرقابات، يعني موسيقى قناويه سبحان الله تيكون فيها الطبوله. ثلاثه ديال الانواع الموسيقى اللي كيعطيو للقنبري او للهجبوج ديال المعلم، صحه معلم، والقراقب صحه كويو، والطبوله سبحان الله، الطبوله القراقب القنبري اللي كيعطيو واحد الموسيقى هائله رائعه خطيره رهيبه، ما كاينش اللي ما يسمعهاش، ماشي بشرط انك يعني تكون موسيقى قناويه انك كطيح، راه كيدير في الداخل ديالو معمر كيطيح، في عقلو كيطيح، في الروح ديالو كيطيح، واخا ما كيطيحش ولكن داك الموسيقى كتدخل ليه لعقلو ولذاتو، كنا كنحماقو عليها، كنا كنحماقو على المعلمين في المغرب كاملين، كل واحد بسميتو دون استثناء، المعلمين تا هما لا صغار ولا كبار، اللي كيرافقوهم، اللي كيضربو القراقب تبارك الله وصلى على النبي عليهم، داك الموسيقى ديال القراقب اللي كيتقرقبوا في العقل وفي الجسد ديالك وفي الروح، والقنبريت المعلم والطبوله، الطبوله ملي كيضربوا يا سلام كيعطي واحد الموسيقى هائله رائعه، تنحماقوا على الموسيقى القناويه كنسطاو عليها، المغاربه ونفتخر قناوه تلموت، انا القناويه يعني الموسيقى القناويه كتشدني وكنحماق عليها وكنتسطى عليها، واللي ما جيتكم بهذا اللون الغوج باللبسه ديال الصحراء ديال بلادي، فيف ماروكو صحراويه تلمو.
Oh, 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 oh